الحصاد من قناة الفلوج. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصاد الفلوج، معكم عبد الرحمن النجار وأمل علي، والبداية بالعناوين. بغداد تتنفس الكبريت لليوم الثالث على التوالي، والبيئة للمواطنين، أغلقوا النوافذ ولا تتعرضوا للهواء الطلق. أنباريون يبيتون بسياراتهم في محطات الوقود، ونجفيون يتساءلون أين يذهب جاز العراق ونفطه. في لقاء خاص مع CNN، السوداني يؤكد العراق يمثل حجر أساس في استقرار الشرق الأوسط. البنتاغون يحذر داعش لا يحكم الأراضي لكن فكره متواصل، وتلغراف تؤكد توترات المنطقة تغذي عودة التنظيم. وبعد جفاف ونزوح جماعي، المشحوف يشق أهوار السناف مجددا، والطيور المهاجرة تعود إليها. مرحبا بكم من جديد. تجددت اليوم الاثنين ظاهرة ارتفاع مستويات التلوث في العاصمة بغداد لتصل إلى مستويات خطيرة تفوق تلك المسجلة في الأيام السابقة. أظهرت مقاطع فيديو أن الرؤية تكاد تكون شبه معدومة في أحد المناطق القريبة من المنطقة الخضراء التي من المفترض أن تكون مليئة بالأشجار. هذا وقد عقدت وزارة البيئة جلسة طارئة لمناقشة حلول تلوث الهواء في بغداد، وقالت في بيان لها إن الجلسة شهدت مناقشة مستفيضة لمشكلة تلوث الهواء وسبل مواجهتها، وأوصت المواطنين بعدم التعرض للهواء الطلق إذا كانت الروائح مزعجة، وإغلاق النوافذ لضمان جودة الهواء داخل المنازل. من جانبه أفاد موقع IQAir المتخصص بمراقبة جودة الهواء العالمية، أفاد بأن العاصمة العراقية بغداد تصدرت قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم لليوم الثالث على التوالي. وكشفت التقارير الصحفية أن التعرض المستمر لغاز الكبريت سيؤدي إلى أمراض رئوية مزمنة، وحذرت من أن الخطر البيئي الذي يتعرض له العراق بات يشكل خطرا حقيقيا على صحة كثير من العراقيين في المستقبل. ومع ازدياد معدلات التلوث في العراق بشكل غير مسبوق، تتصاعد المخاوف من سقوط أمطار حمضية قد تتسبب بكارثة بيئية. نتابع. يواجه العراق خطرا حقيقيا يتمثل في الأمطار الحمضية التي قد تضرب البلاد بسبب الجو الكبريتي المتصاعد. منذ أيام تقارير علمية ذكرت أن العراق أصبح في صدارة الدول العالمية من حيث معدلات التلوث، فالهواء المشبع بغازات كبريتية وملوثات أخرى يسهم في خلق ظروف مثالية لتشكيل الأمطار الحمضية، ما قد يؤدي إلى آثار بيئية خطيرة على الصحة العامة والزراعة والبنية التحتية. خايفين ما من الأمطار الحمضية، يعني الجو هذا ما أعرف شنو، ريحة كبريت بس ما نعرف شنو سببه. ذبي وكبريت حيل عالي، حاجة صار عندنا اختناق، صار عندنا ربو، والحمد لله. يعني هذا أبو الماطور أبو السيارة صار نفسه تعبانة، لازم يحاسب المرور، يحاسبوا الحكومة، مو يعذي العالم. هذا يسوي مرض، والمرض موجي علينا احنا ناس مقبان. وجهت السلطات المحلية في بغداد أصابع الاتهام إلى وزارتي الكهرباء والنفط بالإضافة إلى بعض المعامل الصناعية في البلاد، محملة إياهم مسؤولية التلوث الذي يجتاح سماء العراق. وأشار بعض المسؤولين المحليين إلى أن السياسات المتبعة في تلك الوزارات، خاصة فيما يتعلق بإدارة المصانع واستخدام الوقود غير النظيف في محطات الكهرباء، هي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة البيئية متفاقمة. وزارة النفط اليوم شلون طتوا لهذه المعامل، وشلون اكو معامل ما معطين اجازة، شلون يجهزون نفط اسود؟ هل تهريب؟ هل شغلات؟ هاي نقطة اساسية نسأل. فلهذا احنا نحمل مسؤولية كاملة وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وكذلك وزارة البيئة.
وسط هذه المخاوف ارتفعت الدعوات من قبل ناشطين بيئيين وأعضاء المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الكارثة، ويطالب خبراء بتطبيق قوانين أكثر صرامة ضد الجهات الملوثة، بالإضافة إلى التحول نحو استخدام مصادر طاقة متجددة ونظيفة للحد من التلوث الجوي وتقليل احتمالية الأمطار الحمضية التي تهدد البلاد. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. في ذات السياق، سجلت محافظة ديالى عشرات حالات الاختناق والتسمم جراء تسرب غاز الكلور في أثناء صيانة أحواض تصفية المياه. متابع. 28 حالة اختناق وتسمم دخلت مستشفيات ديالى جراء تسرب لقنينة الكلور في مشروع ماء خان بني سعاد، حالات متكررة تحدث في ديالى في كل عام، خصوصا أثناء صيانة أحواض تصفية المياه، فيما استنفرت الكوادر الصحية في قطاع بعقوبة لإسعاف المصابين. دخلت إلى مستشفيانا ما يقارب 28 حالة اختناق من مادة الكلور. ما نستغرب احنا من هذه الحالة، احنا كل سنة هيك أيام موضوع صيانة وتنظيف الأحواض في بني سعد وباقي المناطق، فتحدث هذه الحالات، حالات الاسطوانات الكلور عندما تنفجر تحدث هذه الحالات بالمياه، وإحنا ما مستغربين أبداً. دار الصحة ديالة أخذت موضوع الإنساني بمعالجة هذه الحالات، الحالات أبداً مو خطرة. تسرب في إحدى قنان الكلور استوجب تدخل كوادر الصيانة بالإضافة إلى الدفاع المدني، هكذا بينت دائرة الماء سبب الحادث، وإن أغلب المصابين في حالة الاختناق من هذه الكوادر التي عملت على تفادي وصول التلوث إلى المياه أو انفجار القنينة، مما يؤدي إلى كارثة في المركز والمنطقة المحيطة به. بخصوص الحالات الإصابة اللي حثت، فهي أغلبها من كوادر المشروع وكوادر الدفاع المدني القريبين على حالة المعالجة الخاصة بتسرب مادة الكلور، والحمد لله تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى. تم تصريف المياه اللي تشبعت بمادة الكلور إلى المبازل القريبة، ولا توجد إصابات بالمياه والمياه غير ملوثة. فيما تم تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية والأمنية للاطلاع على موقع الحادث ودراسة صلاحية المياه التي يضخها المشروع إلى مناطق الناحية كافة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عضو مجلس محافظة بغداد صفاء الحجازي. مرحبا بك سيد صفاء. رغم تعرض العاصمة لأشياء قريبة مثل هذه الملوثات سابقا، لكن ما حدث مؤخرا من انتشار انبعاثات الكبريت أمر جديد. مجلس محافظة بغداد كيف تعامل مع حالة مثل هذه؟ أول شيء حي قناتكم الكريمة ونقل صورة للمواطن البغدادي. اليوم احنا في لجنة النفط والغاز، اليوم اخذنا جلسة طارئة حول الكبريت. اليوم انت تعلم كل زين ان الموضوع قبل شهرين احنا حذرنا من تلوث البيئة، وهناك كانت عندنا جلسات بهذا الامر من لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد من اخت ستة هدى. اليوم احنا بالنسبة لنا عندنا اليوم كلجنة نفط والغاز تعلم كل زين ان مصفى الدورة في الدورة اليوم عندها كان المصافي كلها بها التلوث كامل، المصافي اليوم غير مدروسة. اليوم السيد المدير رجل ما متهيكل كامل على المصفى. شغلة ثانية، سيد الوزير هو خارج البلاد صار له 6 شهور أو 5 شهور. عندنا هناك معامل موجودة في محافظة بغداد، معامل سفلت أكثر من 26 معمل اليوم طلبنا بإقلاقهم لأن كون ما مجازات، وهم يتعاملون مع النفط الأسود السام. هذا شيء كارثة. عندنا جهة من المولدات استخدمت هذه النفط الأسود. طبعا رقابة، عدم الرقابة، وزير البيئة قلناها سابقا وسنقولها، هو يحتاج إلى وزير بيئة يعني هذا الأمانة.
احنا اليوم نتحدث بكل صراحة بغداد. ترون ان المسؤولية التي يتحملها يعني هو لا يتحمل المسؤولية التي ينبغي عليه تحملها الوزير البيئة، لان ما اوصى به قريب مما تفكر به حاليا. الرجل يقول اغلقوا النوافذ. اخي الكريم احنا اليوم نتحدث بكل صراحة. السيد الوزير اليوم هو وين اصلا؟ لا وجود، واكو من زمان هاي المشاكل، وعندنا الطمر الصحي الموجودة في شرق بغداد، في جنوب بغداد وفي شمال بغداد. هذا الموضوع اليوم مو اليوم والبارحة، صار شهر من عداد الامر. هناك تعمد واضح من قبل وزارة النفط وزارة الكهرباء. اليوم عندنا في فصل الشتاء الاطفاء يوصل 14 ساعة، ابو المولد ما يكفي غاز، مين راح يجيب هذا النفط اللي يستخدم النفط الاسود؟ عندك هناك معامل كثيره. اليوم تعلم انت في لبنان اليوم المعركه والكبريت كامل هو النسبه مات 52، في محافظه بغداد 102 107 108 وصل اكثر. هذا شيء كارثه. اليوم احنا نحمل مسؤوليه وزير النفط وزير الكهرباء ووزير البيئه، هم المسؤولين امام الاباده الجماعيه التي تشوف اليوم وضع خطر. المواطن البغدادي في مؤسسه يعني الامانه وضع خطر اليوم. احنا اليوم كتبنا وشكلنا لجان تحقيقية ما يخص هذا الامر، من ضمنها الامانة، وزارة الكهرباء عند خمس من اليوم يطفون اطفاء الكهرباء ويستخدم المولدات يستخدمون الغاز الزائد يعني هذا النفط الاسود. عندك معامل اليوم شلون وزارة النفط اطتها هاي، شلون اطت هاي اكو بيهن اجايز بنص المدن، هاي شلون اطتها وشلون يخلون تعامل هذا التعامل عدم المراقبة. اليوم رفعنا كتاب رئيس المجلس اليوم سد هاي المعامل 26 معمل. احنا اليوم اريد نقول دوله رئيس وزراء نتحدث بكل صراحه. رئيس وزراء اليوم ما الوزير من غيابه ماكو مكانه يحضر، شنو الامر؟ ما بدنا نفتهم عن السالفه. احنا بدنا نرفع كتب عدم الاستجابه من وزاره النفط. اليوم احنا كحكومه محليه انا اترأس رئيس لجنه النفط والغاز، عدم التعامل وزير النفط في دراسه الموضوع في فتح المعامل في تجهيز الغاز، هذا سبب بدمار هذا اليوم اللي نشاهده اليوم حاليا. صار 4 أيام 5 أيام المواطن البغدادي في خطر. طيب هنا استوقفك سيد المعنية. سيد صفاء، عدم دراسة الموضوع من قبل وزارة الكهرباء، من قبل وزارة النفط، وزارة البيئة لا يريدون دراسة الموضوع، لماذا برأيك؟ وهو يؤثر إلى سقوف تفوق الحرب في لبنان وانبعاثاتها، لماذا لا يريدون دراسة الموضوع؟ يعني انا استاذنا الكريم انا اتحدث بكل صراحه. اليوم مساله الغاز، شحت الغاز اليوم هي مقصوده. اليوم اغلب المحطات عليها الناس ذات بات بالشارع على مود تحصل على 40 لتر 50 لتر غاز. اليوم ابو المولده راح يشتري تجاري بمليون وربع. اليوم عندما كان التجاري صراحه نقول بكل صراحه كان ب 500 ب 600 بالتجاري، اليوم مليون وربع. اليوم اهل المولدات ما يشترون المليون ربع، هاي من يجيبونه؟ كميات هائله، 26 الف مولده في محافظه بغداد. هناك ناس متربصه بهذا الموضوع وتبعث هذه المشاكل في بغداد. احنا اليوم نريد نقول شغله واحده، اليوم بتجهيز بال 4 ملايين الف لا تبدا تنباع، هاي بمليون و300 مليون، من يبيع هذا؟ احنا اليوم نحمل مسؤوليه دوله رئيس وزراء. اليوم هاي وزاره النفط حكومه سياديه، حكومه سياديه وزيرها خارج وعدم المتابعة والرقابة اتجاه هذه الوزارة السيادية، لماذا وكيف هذا النساء دولة رئيس وزراء هذا الأمانة؟ ما الذي ستفعلونه أنتم في مجلس المحافظة؟ أنت تقول نسأل رئيس الوزراء، يعني استقدام، استفسار، شكاوى، استضافة، ما الذي ستفعل؟ احنا كمجلس محافظة بغداد اليوم شخصنا المعامل الموجودة في بغداد وكشفنا حقائق كثيرة ورفعناها الى وزير النفط، ما موجود وزير بس وكيل الامانة، ورفعنا كتاب وسوينا جلسة وشخصنا الخلل، ورح نرفع كتاب لدولة رئيس الوزراء نرسل لها هاي المعلومات الموجودة كلها متوفرة لنا والقرار للحكومة المركزية. احنا كحكومة محلية شخصنا الخلل ورح نكتب العفو لدولة رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء ياخذ القرار. اتضحت الصورة. عضو مجلس المحافظة بغداد السيد صفاء الحجازي، كنت معنا، شكرا لك. الأخبار مستمرة.
عبر سائقو سيارات الحمل في محافظة النجف عن استيائهم من أزمة تجهيز مادة الغاز، ما يضطرهم إلى قضاء ساعات عديدة في طوابير أمام محطات الوقود. أكد السائقون أن أزمة الوقود تعكس فشلاً في إدارة الموارد وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، على الرغم من كون العراق بلداً نفطياً، لافتين إلى أن حصة الغاز المخصصة لا تلبي حاجتهم لقضاء أعمالهم اليومية. أضاف السائقون أن على الحكومة النظر إلى أزمات العراقيين قبل حل أزمات دول أخرى كسوريا ولبنان. أزمة الغاز بكل العراق حالياً، والأزمة تعبانة. إحنا بلد نفطي، يعني هسه الحصة مسوينها 250 لتر، 250 لتر وين تكفي؟ يعني هسه كل أربع محافظات 250 لتر، راح تسبب هسه مشاكل على المواطن. يعني أنا هسه بالنسبة لي جاي أنقل إلى محافظة العمارة، العمارة ما تطيني، ناصرية ما يطيني، دوانية ما جاي يطيني غاز، يعني راح أصعد السعر فوق المبلغ الطاقة. يعني أنا لازم سعر من الساعة بالسبعة الصبح لحد الآن ما مفول، تجي أبو الحلة ما يطيق، تجي أبو بغداد ما يطيق، أبو كربلة ما يطيق. يعني زين يعطونا حصة 250 لتر، 250 لتر المت تنطيها. يعني أنا لازم سرع كل ثلاثة أيام، يوم الرابع يلا يعطيك 250 لتر، أنا أروح لبغداد وأرجع ب 600 لتر غاز، المن أطينا ذني. لازم صار لنا أسبوع إحنا تقريبا، يعني كل يومتك من ساعة ساعتين يلا توصل لك سلة، هسا كيلو كامل صار كامل ثاني، يعني ثلاثة أفرع. مشكلة هاي الغاز ليش هيك؟ يعني إحنا الدولة إحنا الغاز النفط بنزين لازم موت معانا، يعني معاتنا كلش قوية، شوفوا لنا حل. يعني ما نقول إحنا ترياتنا ساعات تمشي للبنان تمشي باقي الدول، إحنا هالبلد إحنا النفط إحنا في شيء لازم نشونه. استضافت لجنة النفط والغاز النيابية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وال فريق المتقدم في الوزارة على خلفية أزمة وقود الغاز التي تشتد في عدد من المحافظات. وأوضحت اللجنة أن الأزمة تعود بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة في مصفى كربلاء، بالإضافة إلى نفاد مخزون الغاز لاستخدامه في تزويد محطات الكهرباء خلال الصيف، معللة السبب إلى التذبذب بإمدادات الغاز من إيران. وأضافت اللجنة أنها قررت استضافة وزير الكهرباء وفريقه لبحث تدابير مواجهة الأزمة، واستضافت مدير الدائرة الفنية في وزارة النفط لبحث صرف كميات الغاز الكبيرة. في محافظة الأنبار أثارت أزمة شح الوقود استياء المواطنين بعد وقوفهم أمام محطات التوزيع ساعات عديدة بغية الحصول على بضعة لترات من مادة الغاز. لنتابع. ترهاب هذا فراشنا، هذا فراشنا ونايمين بالشوارع، شوف السيرة لي وين هاي بالشوارع يا عمي. بهذا المشهد يختصر أصحاب المركبات معاناتهم. أزمة خانقة منذ أكثر من أسبوع لمادة الغاز هنا في محافظة الأنبار، دفعت كثيرا من سائقي مركبات الحمل إلى المبيت أمام محطات الوقود للحصول على بضعة لترات من الغاز وسط غياب الحلول. أعوذ بالله عليك، هاي وضعية ترهم هيك؟ يعني الحكومة فراشنا ونايمين بالشوارع، نايمين بالشوارع، يعني هاي عايف مرت وعايف جهال وعايف فيت وما أدري شو، نايم بالشارع على مدى 40 لتر مال غاز دا يكفيني يوم واحد؟ ليش هيك؟ يعني شنو ذنب هالعالم؟ شنو هاي ذنبهم؟ يعني هساني وهاي جوز ما حصلها، هساني جوز لازم هاي واقف سرع بايت من البارحة جوز لا حصل ال 40 لو ما حصلها، شنو ذنب هالعالم هاي الواقفة؟ اكو واحد ثلاث أيام يظل على 40 لتر بايت من الثنتين، من ثلاثة ونص البارحة بايت، واليوم من الثنتين ونص عايف عائلتي واقف على 40 لتر. ليه؟ شنو السبب؟ شنو سببها؟ يعني ما عندنا غاز؟ الغاز مالنا مال العراق، ما مستوردين استيراد، حتى نقول انقطع الطريق أو انقطع المادة انقطعت. ليه؟ شنو السبب؟ هذا ويقول معنيون إن حصة محافظات الفرات الأوسطي من الوقود انخفضت أخيرا إلى النصف، فبعدما كانت تتسلم الأنبار مليونا ونصف المليون لتر يصلها اليوم نصف حصتها المقررة، فيما كثرت التساؤلات عن أسباب هذه الأزمة. يا أخي قاعد يودونا للبنان ومدري وين يودونا للدول،
واحنا كاتلنا الضيم هنا والله مدينا لبنان. أبغاز هسه ما عندنا الحصص ماكو، يعني المحطة ظلاني عليها 3 أيام وأربع أيام ليلحقني سرع، أو قللهم النوب من حصة اللوريات، يعني من حصتنا وكميات قللهم، يعني كانت هي المحطة ترتيبها حلو توزيعها حلو، صار عليها ضغوطات بالتغليل غاز ماكو غاز. شح الوقود أجبر أصحاب المولدات الأهلية على تقليص ساعات التشغيل، وآخرون منهم يضطرون إلى شرائه من السوق السوداء وبأسعار عالية، ما ينعكس سلبا على أجور المولدات خلال الشهر الحالي، وبالتالي المتضرر الوحيد هو المواطن. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة. وللحديث أكثر عن أزمة الوقود الخانقة ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز العراق للطاقة الدكتور فرات الموسوي. مرحبا بك دكتور فرات. إذن تتكرر أزمة الوقود بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، ما الأسباب الحقيقية وراء أزمة الوقود؟ نعم، مساء الخير عليكم جميعا وعلى السادة مشاهديكم الكرام. حقيقة هذه مثل ما تفضلتي ليست الأزمة الأولى ولا الأخيرة لعدم وجود استراتيجية واضحة لتجهيز المنتجات النفطية من قبل وزارة النفط. بالنسبة للشحة الموجودة الآن في الغاز، رغم مع كل الأسف الشديد الإعلام الحكومي وإعلام وزارة النفط ينفي وجود أي أزمة، رغم أن الأزمة حقيقية هي موجودة ولا يمكن نفيها. هذا أنا أحمل حقيقة الإعلام الحكومي الضعف في عدم إيضاح الموضوع بشكل جيد للمواطنين. الأزمة هي حقيقة الأسباب التالية. بداية، العراق في عام 2023 كان يستورد أكثر من 5 مليارات دولار مشتقات نفطية، ولكن بعد تجهيز مصافي بيجي في مصفى الشمال وافتتاح مصفى كربلاء، وصل العراق خلال عام 2024 إلى الاكتفاء الذاتي في مادة النفط الأبيض والغاز، وفي الربع الأول من عام 2025 سوف يكتفي بالبنزين، استيراد البنزين المحسن. هذا من جهة. ما حصل الآن يعود لعدة أسباب. السبب الرئيسي الأول حقيقة نتيجة التزام العراق مع منظمة أوبك وأوبك بلاس، وضعت العراق أنه يجب تسديد يعني كمية من النفط خارج الحصة التي كان ينتجها، وهذه الكمية تبلغ 1,400,000 برميل، يجب إرجاعها إلى يعني منظمة أوبك هذه الكمية من 2024 الشهر العاشر إلى الشهر العاشر عام 2025 بمعدل شهري 100,000 برميل. هذه 100,000 برميل حقيقة سوف يعني تقتص ومن حصة العراق استهلاك الداخلي، وهاي أول مشكلة سببتها. يعني العراق يصدر، بدل أن يصدر 3,500,000 برميل الآن يصدر 3,300,000 برميل، 100,000 برميل تم استقطاع هذه الحصة من حصة المصافي، وهذا أثر بشكل واضح. هذا جانب. جانب آخر، منذ يعني الشهر الماضي 25 أيلول الماضي توقف تام مصفى كربلاء لأغراض الصيانة كما هو معلن. مصفى كربلاء كان ينتج يوميا 4 مليون لتر من الغاز، هذه تماما توقفت، يعني هذا شيء مشكلة كبيرة. أيضا هناك تهريب واضح وبشكل واضح من جنوب العراق إلى شمال العراق لمادة الغاز. هذا يعني لم يتم معالجته حقيقة بشكل سريع. أيضا مع كل الأسف وزارة النفط لا تمتلك خزانات تستوعب الكميات الفائضة التي كان يجب تخزينها لأي حالة طوارئ كما هذه الأيام من مادة الغاز أو أي مادة أخرى، وهاي مشكلة تقع فيها وزارة النفط في كل مرة، ويعاني المواطن ما يعاني. يعقل دكتور فرات أن الحكومة لا تستوعب أو لا تدرك هذه الأسباب التي تجعل هذه الأزمة تتكرر بشكل دائم، وكيف تقيم تحركات الحكومة لمعالجة الأزمة؟ يعني ذهبت لجنة النفط والغاز النيابية لاستدعاء وكيل وزارة النفط وتبرير الأزمة بأنها تذبذب في إمدادات الوقود من إيران.
لا هو حقيقة يعني الأزمة الحقيقية هي أزمة فنية، أزمة عدم وجود تخطيط فني استراتيجي من قبل وزارة النفط يعني لأي طارئ، أي طارئ ممكن يحدث. لا يوجد يعني كميات خزنية لهذه الكميات. أيضا تعطل مصفى كربلاء هو أحد الأسباب الرئيسية، كان يجب على وزارة النفط أن يعني هذا الموضوع أن تدركه قبل أوانه. يعني هذا لا يوجد حقيقة أي تخطيط. المشكلة الآن ممكن بعد خلال أسبوع أو 10 أيام سوف تنتهي هذه الأزمة بضخ كميات أكثر من مادة الغاز، ولكن هذا لا يعني معالجة هذه الأزمة بطريقة فنية، وإنما الطريقة حقيقة المعالجة هي طريقة خاطئة تماما. العراق يعني الآن إما أن يكون له يعني كميات وطرق إضافية لحالات الطوارئ هذه، أو يتم استيراد كمية من مادة الغاز يعني للاستهلاك المحلي في تصاعد نمو اقتصادي، عدد سكان كبير، وأيضا اتساع أيضا السوق حقيقة السوق السوداء الآن، ووجود عصابات مافيات تعمل على خزن وبيع كمية الغاز بأسعار مضاعفة للمواطنين. يعني هناك عدة مشاكل مرتبطة بقضية تجهيز الغاز. نعم. المواطنون الذين يظلون بالساعات الطويلة والأيام في طوابير خلال هذه الأزمة أيضا يتساءلون، إن كان العراق يعاني من أزمة وقود، لماذا تذهب لتعطي الوقود للدول المجاورة؟ حقيقة يعني أنا سمعت بتقريركم أحد الأخوان يقول يعني نعطي الغاز إلى لبنان. العراق لا يعطي يعني أي دولة من مشتقات الغاز، وإنما ما يتم تصديره أو ضمن العقد الاتفاقي بين لبنان والعراق هو تصدير مادة النفط الأسود هو هذا، يختلف تماما عن مادة الغاز. الغاز يعني لا يتم منحه لأي دولة ضمن أي عقد، إنما يعني خلال شهر، قبل شهر أثناء وجود مصفى كربلاء لم يكن هناك أي حاجة لاستيراد أي كمية، ولم يكن هناك أي نقص أو حالة طوارئ، ولكن بسبب المشاكل والأمور التي ذكرتها هذا أدى إلى وجود نقص. لا يوجد أي تصدير لهذه المادة. نعم. إلى لبنان أو غير دولة مادة الغاز تحديدا. الدكتور فرات الموسوي رئيس مركز العراق للطاقة كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN الأمريكية، أوضح رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن العراق بلد واعد يمثل حجر أساس في استقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هدفه خدمة العراق والعراقيين الذين يعيشون حالة من الأمل والتفاؤل غير مسبوقة لبناء بلد قوي ومزدهر ومستقر. الآن العراق بلد مختلف تماما عن المرحلة الماضية، يشهد تنمية اقتصادية غير مسبوقة، نظام سياسي مستقر، يبني علاقات متوازنة، يواجه كل المشاكل، الفساد وإصلاحات إدارية واقتصادية، وبالتالي نحن أمام بلد واعد ويمثل حجر أساس في استقرار الشرق الأوسط. كل ما أطمح إليه وأعمل هو خدمة العراق والعراقيين، ووضع العراق أولا في كل سياستنا القائمة على احترام الآخرين وبناء علاقات متوازنة. العراق فيه فرص حقيقية للنجاح والنهوض، وهذا ما يمر به العراق حاليا، الذي يعيش الشعب العراقي حالة من الأمل والتفاؤل بشكل غير مسبوق.
وفي ذات اللقاء أوضح رئيس الوزراء أن إيران دولة جارة ترتبط مع العراق بمشتركات دينية وثقافية واجتماعية، كما أنها كانت داعمة للعملية السياسية وجهود مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن العراق البلد الوحيد في المنطقة الذي يملك علاقات متوازنة مع دول بينها خلافات مثل واشنطن وطهران. جارة ترتبط مع العراق بمشتركات دينية ثقافية اجتماعية، فضلا أنها كانت داعمة للعملية السياسية وأيضا دعمت جهودنا في مواجهة الإرهاب. من الطبيعي أن تكون هناك علاقة طيبة، وهذا أمر مهم كون العراق البلد الوحيد في المنطقة الذي يملك علاقات متوازنة بين دول قد تكون بينها مشاكل أو ملاحظات أو خلاف. هذا وأعلن السوداني أن داعش الإرهابي لا يمثل تهديدا للدولة، لكنه يبقى تحديا أمنيا خصوصا بالنسبة للعناصر الموجودين في سوريا، مؤكدا أن العراق حريص على أن يبقى عضوا أصيلا في هذا التحالف الدولي، وأن انتهاء عملية العزم الصلب لا تعني القطيعة مع دول التحالف خصوصا الولايات المتحدة. تبقى تحدي أمني خصوصا العناصر الموجودة في سوريا، مما يتطلب المزيد من التعاون والتواصل، والعراق حريص أن يبقى بعلاقته كعضو أصيل في هذا التحالف العالمي لمحاربة داعش. وانتهاء مهمة العزم الصلب لا تعني القطيعة بين العراق ودول التحالف الدولي وخصوصا الولايات المتحدة، وإنما ننتقل إلى علاقات أمنية ثنائية وفق الدستور العراقي والقانون. في ذات السياق قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يحكم الأراضي، إلا أن الأيديولوجية التي يتبناها التنظيم متواصلة وما تزال هناك حاجة إلى التحالف الدولي. هذا وقد أفاد البنتاغون بنشر منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة ثاد في الأراضي المحتلة لتعزيز الدفاعات الجوية الصهيونية بعد تصاعد التوترات مع إيران. أوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن هذه الخطوة تؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن الكيان وحماية الأمريكيين من أي تهديدات صاروخية باليستية، مشيرا إلى أن الإجراء هو جزء من التعديلات الواسعة التي أجراها الجيش الأمريكي في الأشهر الأخيرة، ذلك لدعم الدفاع عن الكيان وحماية الأمريكيين من هجمات إيران والفصائل المسلحة. من جانبها نقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن مسؤولين أمنيين وعسكريين أن التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والوضع الهش في سوريا يتيح لتنظيم داعش الإرهابي إعادة تجميع صفوفه. وحذرت الصحيفة عن المصدر ذاته أن وجود مسلحي داعش في العراق وسوريا قد يتزايد على نحو سريع، حيث أصبح التنظيم قادرا على تنفيذ هجمات في الخارج، متوقعة تضاعف أعداد مسلحي التنظيم في العراق وسوريا إلى 2500 عنصر. هذا وجدد بابا الفاتيكان فرانسيس دعوته لإقرار وقف فوري لإطلاق النار خلال صلاته التبشيرية من شرفة ساحة القديس بطرس، مطالبا في الوقت ذاته باحترام قوات حفظ السلام الأممية في لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. أتابع ما يحدث في الشرق الأوسط بقلق، أنا قريب من كل الناس المعنيين في فلسطين ولبنان، حيث أطلب احترام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أدعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات واتباع مسارات دبلوماسية والحوار لتحقيق السلام. أصلي من أجل جميع الضحايا والنازحين، وآمل أن تنتهي قريبا هذه المعاناة الكبيرة وغير الضرورية الناجمة عن الكراهية والانتقام. بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد، ورغم تأكيد احتواء التصعيد وعدم توسعة دائرة الصراع واتخاذ العراق محطة لتهديد جيرانه، فالمعطيات الميدانية على الأرض تتحدث بغير ذلك. المزيد في هذا التقرير.
صواريخ تنطلق من العراق صوب أهدافها في الأراضي المحتلة بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى بغداد، وتبادل المواقف الرسمية بين الجارين الذين يتقاسمان التحديات التي تمر بها المنطقة. فرغم تأكيدهما احتواء التصعيد وعدم توسعة دائرة الصراع واتخاذ العراق محطة تهديد لجيرانه، غير أن المعطيات الميدانية على الأرض تتحدث بغير ذلك، بل من الممكن أن تغير الصواريخ والمسيرات وجهتها وتكثف أهدافها على مواقع أمريكية منتخبة في العراق في حال تعرض إيران لرد من الكيان الصهيوني خلال الفترة القادمة. لو تعرضت إيران إلى هجمات من قبل إسرائيل أعتقد ستزداد الضربات من قبل الفصائل، وهذا سيكون هناك موقفا آخر من قبل الولايات المتحدة التي سوف تتعرض بنفس الضربات مثل ما كانت تتعرض قبل سنتين. لكن حكومة السيد السوداني ما زالت تمسك العصا من الوسط وتضغط على هذه الفصائل بعدم زج العراق أو جعل العراق جزء من هذه المعركة، مرحلة فيها من التحديات الشيء الكثير. ما زالت الحكومة العراقية المتمسكة بخياراتها الدبلوماسية للتعامل مع التوترات الإقليمية تواجه منعطفات لضبط ردود الفعل داخليا. فالعراق يدرك خطورة الانجرار خلف حرب فيما لو توسعت دائرتها لا تبقي ولا تذر، وهي اللهجة التي خاطب فيها المجتمع الدولي وطالبهم بموقف لقطع فتيل الحرب في لبنان وغزة، وكذلك يوجه خطابا صريحا لداخله أن قرار السلم والحرب خاضع للدولة فقط. نحن نسعى لعدم وقوع الحرب، وإذا وقعت لا سمح الله فيجب بقاء العراق وأجوائه خارج إطار الحرب. إن وقوع الحرب لا سمح الله في هذه المنطقة سيؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم في جميع المنطقة. نؤكد للجميع أنه ليس للحكومة العراقية دولة العراق قرار الحرب تسميم وإن قرار الحرب والسلم خاضع للدولة فقط. مساعي العراق لدرء المخاطر عن أراضيه توجت في وقت سابق بإيقاف توجيه ضربة لنقاط إطلاق المسيرات والصواريخ، لكنه قد لا يتمكن من الوصول إلى تسوية شاملة بهذا الاتجاه إذا ما توسعت الاستهدافات وتعددت مصادر الأهداف، أمر قد يدخل الحكومة بحرج ويؤدي بالأوضاع إلى تهديد العراق في غنى عنه. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. في كردستان تتصاعد المخاوف من اتساع الصراع الإقليمي ما يؤدي إلى زعزعة استقرار الإقليم الأمني وتفاقم الأزمة الاقتصادية فيه. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تخوف وقلق يساور إقليم كردستان من وصول شظايا مواجهة إيران والكيان الصهيوني واتساع رقعة الصراع التي ستشمل المنطقة برمتها، قلق من عدم الاستقرار الأمني ومن أزمة اقتصادية أخرى تلوح بالأفق. عندما تحركت إسرائيل تجاه لبنان دخلنا فعليا في مرحلة الحرب على مستوى المنطقة. أعتقد بأن هذه الحرب ستبقى ضمن نطاق الجغرافيات التي اندلعت فيها، صحيح امتدت إلى اليمن وربما تمتد إلى أهداف عراقية، ولكن أعتقد بأنه إقليم كردستان سيبقى بعيدا عن دائرة هذه الحرب. وإزاء هذه التطورات العسكرية المتسارعة، رئاسة إقليم كردستان بيّنت موقفها المتطابق مع بغداد بضبط النفس والتهدئة والاتجاه إلى الحلول الدبلوماسية، فيما أكدت قوى سياسية كردية الابتعاد عن صراع الحرب الشاملة وأن لا تتحكم جهات معينة بقرارات الحرب والتصعيد بعيدا عن توجهات الحكومة الاتحادية. بوادرها الآن باتت واقع حقيقي أن تكون هذه الحرب تمتد إلى مناطق ولربما تشمل الشرق الأوسط، ولا أحد يستطيع أن يقول أن فيه المنطقة الإقليمية بالتحديد أن تكون منطقة آمنة من خلال هذا التصعيد وهذا عامل التسارع في عامل الخطورة. وتحرص حكومة الإقليم على إقامة علاقات متوازنة مع دول عربية وإقليمية وعالمية، ويحتضن الإقليم العديد من القنصليات والممثليات لعدد كبير من الدول، لكن هذا الاستقرار من وجهة نظر مراقبين لا يقدم فصائل مسلحة التي دائما ما تتخذ حججا واهية بقصف أربيل والمصالح والقواعد العسكرية الأمريكية.
تصعيد عسكري بحرب شاملة قد تشهد المنطقة بأكملها وتصل شظاياها إلى إقليم كردستان الذي دعا دائما إلى ضبط النفس والاتجاه إلى الحلول الدبلوماسية. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. معنا الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، حول هذا الموضوع. مرحبا بك دكتور. رغم أن العراق أرسل رسائل تهدئة عبر وزير الخارجية العراقي، لكن فصائل المقاومة أطلقت صواريخ تجاه أراضي محتلة. متى حدث ذلك؟ بعد زيارة عراقتشي مباشرة. نعم، في البداية تحية لك سيدي ولكل المتابعين الكرام. أنا أعتقد هذا لم يكن وليد هذه اللحظة. دائما نجد أن في الدولة العراقية هنالك رؤوس متعددة وليس رأس واحد مثل كل الأنظمة، إن كانت نظام اتحادي أو نظام مركزي، وبالتالي في المحصلة النهائية نجد أن هذه الممارسات بدأت تظهر بكل قوة بعد الأحداث الأخيرة التي ظهرت ما بعد أحداث داعش. أصبحت كثير من الفصائل تمتلك من المقدرات العسكرية القوية، وبالتالي هي تذهب باتجاه تارة استهداف المصالح الأمريكية، في وقت كانت إيران توصي أذرعها بأن وجود أمريكا في العراق هو الذي يمثل التحدي الأول. ما بعد أحداث غزة ذهبت هذه الفصائل لكي تشكل قيادات فيما بينها، قيادات متعددة لكي تذهب إلى توجيه ضربات سواء كانت في الموانئ الإسرائيلية أو العمق الإسرائيلي وحتى موانئ إيلات وغيرها، وذهبت إلى الجولان التوقيت. في نفس الاتجاه ما بعد تعلق على التوقيت دكتور بعد زيارة عراقتشي مباشرة. بالمناسبة ضربتين، واحدة انطلقت من العراق وأخرى أيضا في اليمن، أيضا حينما غادر من بغداد. نعم. عراقتشي، يعني يبدو أنها رسالة واضحة بأننا لن نلتزم في موضوعة التهدئة في هذا الاتجاه، وعلى الجميع أن يعلم، وهذه ربما تكاد تكون رسالة لإسرائيل وأمريكا، نحن جزء لا يتجزأ في حالة حصول أي مواجهة من قريب أو من بعيد، وأن بنك الأهداف الذي وضعته هذه الفصائل هو يتجاوز حقيقة إسرائيل وكي يمتد إلى دول المنطقة. وعلى التصريح أبو علي العسكري قبل ما يقارب 4 أيام بأن هنا أننا قادرون على تعطيل تصدير أكثر من 12 مليون برميل نفط، إضافة إلى أن الحقيقة الحوثيين أرسلوا أكثر من رسالة فيما يخص موضوع استهداف شركة أرامكو. هذه مسألة، وكذلك منصات النفط العائمة في الخليج. نحن نتحدث عن منظومة متكاملة، الرأس في إيران والأذرع منتشر في كل المنطقة، يرى بأن الالتزام الحقيقي لهم العقائدي هو يتجاوز البقع الجغرافية من الناحية القانونية، سواء كان العراق أقولها أو اليمن أو بقية المناطق. إذن ستستمر هذه المشكلة حتى وإن رطب رئيس الوزراء الأجواء مع التحالف ومع إيران في CNN بمقابلته الأخيرة، مهما فعل السوداني، تقصد أن هذا الوضع سيستمر، لكن إلى متى؟ يعني أولا يعني أنا أعتقد الحكومة لديها موقف رسمي، وهذا الموقف الرسمي أنا أرى أنه هو ملزم لها لسبب بسيط جدا. حينما تعلن الحكومة قرار الحرب، إذا أرادت أن تعلنه عليها أن تذهب باتجاه موافقة ثلثي البرلمان، وبناء على طلب من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية استنادا إلى الفقرة 9 من المادة 61 من الدستور العراقي. الحكومة الاتحادية وكثير من القوى السياسية السنية الشيعية والكردية لا تريد العراق أن يكون جزءا من أتون حرب، لأن الإشكالية لا تكمن في طبيعة الحرب ولكن تداعيات الحرب والأزمات التي قد تعصف بالبلاد. ولذلك نجد أن حتى طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية تستقرأ هذا، ذهبت إلى فرض عقوبات
هجمات قاسية قبل أكثر من 3 أيام في أساطيل الظل الإيرانية، وهنا أقصد أساطيل الظل، هناك مجموعة شركات لا تحمل عنوانا إيرانيا ولكنها تدعم النظام السياسي في إيران عبر تصدير النفط إلى الصين وإلى الهند. عدد هذه السفن يتجاوز من 17 إلى 20 ناقلة نفط تصدر، استطاعت إيران أن تستفاد بمقدار 80 مليار دولار. إذن أن يعني أتحدث أن عملية تفكيك الموقف واضحة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل. الضغط مستمر. شكرا جزيلا إليك دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. الأخبار مستمرة. افتتح رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني 3 مدارس في بغداد وميسان ضمن افتتاح 25 مدرسة لمشروع مدارس الفرح النموذجية للأيتام في عموم العراق. وأكد السوداني خلال كلمته على الدائرة التلفزيونية حرص الحكومة على استهداف الفئات الضعيفة التي واجهت ظروفا صعبة، معلنا شمول جميع التلاميذ في مدارس الفرح بالإعانة النقدية. كما وجه رئيس الوزراء إدارات المدارس بالتواصل مع قسم الحماية الاجتماعية للتأكد من صرف الإعانة النقدية للتلاميذ وتعيين باحث اجتماعي ونفسي لهم. طبعا الحكومة في موازنة ال3 سنوات وضعنا موضع التنفيذ منحة التلاميذ التي كانت معطلة وهي جزء من الإعانات النقدية المشروطة لتحسين خدمات التربية والتعليم والتي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية، وضعناها في قانون الموازنة، وأيضا صدر قرار رقم 3 لسنة 2024. فيفترض كل التلاميذ اللي موجودين الآن في هذه المدارس يستلمون الإعانة النقدية، لكن في هذه المدارس بتقديري مهمتكم مهمة مضاعفة. احنا نتحدث عن تلاميذ تعرضوا لظروف قاهرة فيحتاج رعاية واهتمام إضافي، وتوجيهاتنا السابقة وأتمنى تكون حاضرة في هذه المدارس وجود باحث اجتماعي في كل مدرسة، خصوصا هذه المدارس مدارس الفرح النموذجية. وجود الباحث الاجتماعي في هذه المدرسة مهم جدا. بعد أزمة جفاف ضربت الأهوار قبل عدة أشهر، أعاد تدفق المياه الحياة إليها مرة ثانية، وأعاد أيضا الطيور المهاجرة والأحياء التي كانت الأهوار موطنا لها. نتابع. عادت المياه إلى أهوار السناف بعد أزمة جفاف خانقة أدت إلى نزوح جماعي قبل أشهر من الآن. أما اليوم فالحياة عادت، وعادت معها الطيور المهاجرة والأسماك والجاموس، وعادت الحركة هنا. ففي هذا المشحوف يصطادون الطيور وتستمر الحياة حتى غروب شمس الأهوار. هسه تقريبا صار لفترة الماء من رجع والناس بدأت تشتغل وصدر أسماك لباقي المحافظات الأخرى، وتقريبا هسه الناس مستقرة، وإن شاء الله اللي رحل بالجفاف هسه إن شاء الله جاي يعود، وإن شاء الله يعودون كلهم ويرجعون مناطقهم ويعيشون ويمارسون حياتهم الطبيعية. الهور هسه الحمد لله رجع والأهالي رجعت والوضع مستقر، يطلع أنواع، يطلع الحليب ويطلع الأسماك بأنواعها، وأيضا القصب والبردي، والأهالي وضحوا يعني صار نحو الأفضل. جمعية الصيادين في ذي قار أكدت تصدير أكثر من 50 طنا يوميا من الأسماك إلى المحافظات الوسطى والشمالية من أهوار السناف فقط، إضافة إلى مئات اللترات من الحليب ومشتقاته إلى معامل الألبان يوميا. يوميا قاعد يخرج الأسماك الصدفية المحافظات الوسطى والبغداد ما يقارب من 50 إلى 70 طن، وهي عندهم ثبت بوصولات. أيضا يخرج الجري يخرج يروح للموصل والبغداد، علوة بغداد يروح للموصل من 40 إلى 50 طن، وهم ثبت بوصولات. الحليب قاعد اكتفاء ذاتي يجول عندنا بالمحافظة ويدزونه المعامل التعليب يوصل لبغداد. إذن عودة المياه هنا بمثابة عودة لحياة السكان المحليين
الذين يعتمدون على الأهوار في حياتهم المعيشية الذي ينعكس على الوضع الاقتصادي خصوصا في جنوب ذي قارة. قد تكون عودة ميمونة لأهوار السناف بما فيها من صيد أسماك وتربية للجاموس، ولكن كل هذا ينتظر موسم الشتاء ليرسم صورة حقيقية لمملكة القصب. من أهوار السناف جنوب ذي قارة، سعد الركابي، قناة الفلوجة. نهاية الحصاد اليوم، وهذا تذكير بالعناوين. بغداد تتنفس الكبريت لليوم الثالث على التوالي، والبيئة للمواطنين، أغلقوا النوافذ ولا تتعرضوا للهواء الطلق. أنباريون يبيتون بسياراتهم في محطات الوقود، والنجفيون يتساءلون أين يذهب غاز العراق ونفطه. في لقاء خاص مع CNN، السوداني يؤكد العراق يمثل حجر أساس في استقرار الشرق الأوسط. البنتاغون يحذر داعش لا يحكم الأراضي لكن فكره متواصل، وتلغراف تؤكد توترات المنطقة تغذي عودة التنظيم. وبعد جفاف ونزوح جماعي، المشحوف يشق أهوار السناف مجددا، والطيور المهاجرة تعود إليها. مشاهدين الحصاد انتهى، إلى اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.